السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هوريكم بعض المشتريات اللي انا جبتها وليه. اول حاجة اشتريتها، طبعا عارفة ان لفت نظركم الذهبي ده وعايزين تعرفوا ايه هو، بس استنوني شوية. اول حاجة اشتريتها هو قماش الهدايا الفازلين ده، واخترت النوع السميك التقيل اللي هو الماتريال بتاعته كده تكون سميكة وجديدة. ليه بقى؟ لاني هغلف بيه باسكت. الباسكت عاملها من فترة طويلة بصراحة، عملت لكم منها التصوير القعدة بس لسه ما صورتش الجوانب. عندي كذا باسكت مش واحدة بس، فقررت ان انا اجيب لها الجزء ده، لان طبعا انا عاملاها سودة وحابة ان هي تكون متقفلة، لان الباسكت دي فعليا بواقي خيوط صرف. كان اكتر خيط طويل فيها كان 3 متر مثلا، فهي متوصلة كتير قوي، وحبيت ان الماتريال بتاعها يكون ايه شكله نظيف وتقفلها فينش كده ايه عالي. فجبت الفازلين ده ليها، وجبت حوالي 2 متر لان برضو الباسكت ضخمة وعايزة اغلفها كلها من قلبها. وزي ما قلت لكم جبت ماتريال نظيف، اي نعم بيبقى اغلى شوية بس مش مشكلة. وجبت القماش ده. ده قماش ايه بقى؟ ده قماش بيقولوا عليه روزالين، هو بيبقى مطاطي شوية بس مش قوي يعني، وفي الوقت نفسه اللون والماتريال والقماش بصراحة فخم. اي نعم غالي برضو، ولكن افضل بكتير من الستان. ولكن نصيحتي ليك، ده ما ينفعش كقماش تجاري، بمعنى انه لو هعمل شنطة لعميل، العميل بيبقى عايز الشنطة الماتريال كويس وكل حاجة ولكن مش عايز يدفع كتير، فمش هينفع الا لو العميل طلبه. يعني انا عندي الشنط اللي انا شارياها كده، طبعا مش هاند ميد، لا شغل محلات عادي وجلد، فيها القماش اللي من النوعيه دي، ماتيريال اقل شويه، في ماتيريال اعلى حبه. القماش يعني الشنط باظت خلاص وقشرت، ويعني عايزه اقول لكم حالتها مثلا متوسطه، ولكن القماش زي ما هو في قلب الشنطه، البطانه ما اتخرمتش، ما اتقطعتش، مش عارف ايه كلام من ده، لا كل ده ما حصلش لان القماشه نظيفه. فانا جايباها بصراحه لبطانه شنط، ولو جينا حسبناها هي فرق ما بينها مثلا وبين التاني حوالي 30 جنيه تقريبا. طبعا بتكلم في سعر النص متر المقابل متر من التاني. الستان انا بجيبه فعلا وبعمله للعملاء بتاعتي وكل حاجة، ولكن بحط طبقة والتانية وبحاول افنش باسلوب مختلف زي ما بوريكم في الفيديوهات، عشان برضو القطعة تعيش. يعني مش معنى ذلك ان ده اعلى فالتاني اقل، لا، هي الفكرة كلها انه لو هتبيعي شنطة، وده طبعا يعني سعر النص متر لوحده حوالي 30 جنيه تقريبا، من الافضل الاول تعرضي على العميل، عشان في ناس مش بتحب الحاجات الاوفر مايند في السعر، فكوني حريصه في الموضوع ده. وزي ما انتم شايفين بصراحه اللون تحفه، السمك بتاع القماش عاجبني قوي، وانا جايباه لان البطانه فعليا هتبان في نوعيه الشنطه دي، فيعني حابه ان انا اضيع شويه على حالي. ايه تاني اوريكم؟ الاول تجربتي مع الشغل بتاع الخرز. زي ما انتم شايفين المنظر تحفه، وده الخرز ترمس كده، عامل زي الترمس فعليا اهو. كان عندي من فتره وكنت حاسه انه اختيار فاشل، فركنته على جنب للامانه، ولما حبيت اجرب جربت فيه فطلع بصراحه الشكل تحفه، فحابه ان انا اشتري واحاول انفذ الشنطه. انطباعي الاول عن الخرز حاجه كده بنقدر نجمعها على ارقام، وفي الوقت نفسه بتكون لي زوايا واشكال هندسيه معينه، وعشان اجمع الشكل الهندسي بشكل متناسق لازم يكون عندي شويه معرفه بالزوايا والتفاصيل اللي بتحصل عشان اقدر اجمع الخرز، وكل خرز وليه المنظر اللي بيطلع منه. يعني ده اداني الشكل ده، مع ان الشنطه اللي انا كنت شغاله فيها اللي هي كانت بتشرح عليها شنطه مدوره، فكان الشكل مختلف تماما عن الشكل ده، فبس بسبب انه نوع الخرز مختلف طلع لي المنظر ده، مع ان الشكل اللي هي كانت بتشرح عليه خرز مدور وشكله مختلف خالص، فاداها شكل طبعا غير ده خالص يعني. ولكن انا عجبني قوي الشكل ده وبالذات انه خشبي، فحاول ادور عليه واوفره عشان اكمل تجربتي ومتعتي في عالم الخرز، وان شاء الله اقدر اتعلمه بشكل متقن اكتر. عارفين ده ايه؟ اقول لكم الاول انا جايباه ليه. ده جايباه كبديل لهولدر الخرز، ما تضحكوش بجد، انا جايباه كبديل ليه. اولا انا مش حابه لسه اشتري من امازون امريكا بصراحه. اي نعم بعرض لكم كل حاجه، بس انا فعليا يعني اشتراكي في امازون للامانه عشان بس هنزل لكم لينكات تحت الفيديوهات بتاع المنتجات عشان تفهموا اكتر وتبتدوا تبحثوا انتوا بنفسكم. انا كمان لسه ما سمحتش الظروف انه اشتري من امازون. جبت ده فعليا شبه هولدر الخرز بالملي، شكله حلو قوي مميز كده، وفي الوقت نفسه بصوا طبعا هو مليان بالظبط شبهه، مش عارفه ازاي بس يعني طلع شبهه قوي. القطعه دي بايه بقى؟ انا جبتها من الراجل بتاع الفخار عادي. قطعه كده بتتحط فيها بخور وتتقفل كده على اساس يعني يطلع منها البخور بالاسلوب ده. طبعا انا شفتها وفعليا حسيت ان هي هولدر، فهقول لكم هعمل ايه.
طبعا لذيذ قوي، ويعني الهولدر التاني بيلف وكل حاجه، ولكن يعني حاجه كده بسيطه واقدر اخدم بيها نفسي وبسرعه وبسهوله، وبرده هقدر ان انا اخد بالابره زي ما انا عايزه. زهقت او خلصت او مش عايزه اكمل حاليا، فكده الهولدر بتاعي حفظ لي الخرز، وزي ما انتم شايفين شكله قريب قوي، فتحفه قوي بصراحه. حبيت بس انبهكم عشان لو لقيتوه عند بتاع الفخار او عايزين توفروه قولولي. هو زي ما انتم شايفين كده شكله تحفه قوي، وبعدين تمن اقتصادي، يعني تاني مثلا نقوله ب 18 دولار تقريبا، مش عارفه اخر سعر ليه كان كام. ده بحوالي 20 جنيه، فحاجه كده انتيكه وفي الوقت نفسه اقدر استخدمها. زهقت منها هرجعها لاستخدامها الاصلي. ونيجي على الخيط الذهبي ده، ايه ده؟ فعليا سالت الراجل عنه قال انه خيط اكياس السبوع، بس انا همني حاجه واحده بس، اللون الذهبي الناصع ده. عايزه اقول لكم كمان بالليل بيكون اللمعه بتاعته اعلى. طبعا اللي همني مش انه بتاع اكياس سبوع ولا الكلام ده خالص، اهم حاجه انه بصوا الخيط ما يكونش صعب اساسا ان انا اقطعه، عشان زي ما انتم شايفين بحاول اهو فين وفين لما مفين المطه بتاعته. طبعا ما فيش حد يعني هيفضل يشد في الخيط كده. ثانيا انا جايباه خيط سنيد، يعني ايه؟ يعني الخيط ده هو الطبقه الثانيه من خيط تاني هستخدمه، ولكن عايزه الخيط ده يكون فيه لمعه اوفر قوي. الخيط ده هيسمح بالحوار اللي انا بتكلم عنه، طبعا مش هقول لكم ايه دلوقتي الموضوع، ولكن زي ما انتم شايفين شكله ممتع قوي، والبكر بتاعته برضو اقتصاديه. نيجي للحاجات الصغنطوطه، نوعيات ابر كتيره كده. تعالى اقول لكم ايه افضل حاجه حسيت ان هي يعني مميزه والحاجات اللي هي ملهاش لازمه. اول حاجه اشتريتها هو المقص ده. طبعا المقص ده يعني معروف في كل الدنيا دلوقتي، مش حاجه جديده يعني، ولكن هقول لك على حاجات وانت بتشتري المقص ده عشان تفهمي يعني اللي انا اقصده. اول حاجه طبعا بنختبر المقص، لانه اما كانش حامي زي ما انتم شايفين كده بيكون سيء. ده بند. البند التاني ان المقص لازم يكون ناعم. طبعا انا شفت مقص امبارح وكان لونه فضي، بس كان أسوأ ما يكون، فطبعا اخترت الذهبي. المقص مميز وكل حاجة، هو صناعة صيني مش أحسن حاجة يعني، ويمكن مش الأصلي كمان، بس الأهم حاجة الماتيريال بتاع المعدن، القوة بتاعته. كنش طبعا في مقصات زهر بتتكسر بسرعة، خدوا بالكم ان انتوا تشتروها. كمان المقص لازم يكون ناعم، يعني لو مخربش ده أساسا مقص تنظيف. تخيلوا لو المقص مخربش ومبهدل هيكون الفينش بتاع شغلك عامل ازاي. كوني حريصة ان انت تجيبي حاجة مش مظبوطة، ملسي كده بصوابع على المعدن وشوفي من قدام ومن الجنب، وشوفي احتكاك المقص لما تيجي تستخدميه ويقفل ويفتح. شايفة؟ اهم حاجة انه ما يكونش يعني القطعة دي مثلا بتخربش. دي المسمار بتاع المقص لما بيكون كده، وكمان لو بيتربط من ورا بيكون افضل بكتير، بحيث يعني لو حصل ودي مثلا خربت هتوديها عند اي حد يظبط لك القطعة دي وخلاص. السن بتاعه طبعا ممكن ان هو يتعمل عند اي راجل بيسن الحاجات دي يعني. لازم تشتري مقص يكون يعني عمره طويل، مش بس مجرد فلوس وخلاص. زي ما انتم شايفين شكله على فكرة كيوت. واخيرا اتخلصت من القصافة بتاعتي. نيجي بقى للابر. بصوا اول حاجه هفتح لكم ده، وده يعني من قبل ما نعمل اي حاجه كده انا بقول لكم ما تشتروهوش. سعر اقتصادي وكل حاجه، ولكن ما تشتروه. بيجي طبعا كذا نوع ابره زي ما انتم شايفين، وبيصلحوا ابر تنظيف، لان طبعا زي ما انتم شايفين السن بتاعهم وكيوت قوي ورفيعين كده وصغيرين. انا اشتريتهم بصراحه يعني فضول ليس الا. كمان النوعيه دي طبعا ابره خياطه عاديه، وهتلاقوا سنها بيشوك. انا من النوع اللي بيضيع الابر، عشان كده بحط كل واحده مكانها. شايفين سن الابره؟ شكلها طبعا مختلف. هو مفروض يعني انه كل ابره مكتوب عليها هي بتاعت ايه، يعني تخيلوا انه مثلا ان دي مثلا بتاعت جلود، فاهمه ازاي؟ بس يعني بيقولوا ان هي بتاعت جلود، وان دي ابره سجاد او الملابس الثقيله، عشان كده هي مبططه بالمنظر ده يعني. بس انا اقول لكم ليه ما تشتروهاش، يعني انا بس هوريكم كل قطعه لوحدها. ودي مش صراحه مش عارفه بتاعت ايه، بس هي ضخمه قوي وطويله قوي، وفي الوقت نفسه يعني تخينه، مش عارفه يعني سنها مش بيشوك قوي، فمش عارفه بصراحه بتاعت ايه. ودي المفروض ان انا هستخدمها كابره تنظيف، البوز بتاعها عامل. شايفين دي كمان ابرة كيرف صغيرة، وفي منها النوع الكبير. اللي هي الابرة الصغيرة دي حلوة قوي في شغل الخرز ده، فهمته بس يعني مؤخرا، يعني هي لو كانت موجودة عندي مثلا وانا حابة ان انا اعمل حاجات ممكن ان انا استخدمها، ولكن مش اساسية قوي يعني، هي مش مضطرة لها ابدا، لانه الافضل ان انت تستخدمي ماتيريال السلك ده يكون نظيف، وهو بيساعدك سلفا. شايفين هو اصلا يعني حد بكفاية انه يدخل في زوايا واماكن كتير. دي انا كنت كلمتكم عنها في
الفيديو بتاع البوف لو فاكرينه. هي مناسبة قوي لعمايل السيرفات وانتي بتنجدي، لو طبعا انتي عندك الهواية دي في البيت فانتي هتستخدمي الابرة دي لو انتي، لكن دي هي الاساس. ايه بقى وليه ما اشتريش الابر دي؟ او بصراحة يعني بيتنى، انا جربت امبارح. طبعا دي اتخن ابرة فيهم اللي هي على ابرة التنظيف، انا اخاف اعملها في دي عشان يعني ما تجربهاش في البيت او حتى في حتة لانها ممكن تنطر فوق الشيت. بس دي اهي، يعني بصي لما تختبري ابرة حطي صوابعك كده وصوابعك التانية كده وخليها هي في النص، بحيث حتى لو نطرت يعني اخرك لو حصل صباعك هيتعور، فاهماني؟ شايفين الابرة؟ شايفين؟ يعني بصوا ملهاش اي لازمة فعليا، دي بس اتخن ابرة. يعني انا لو جربتها في دول انا مش عارفة ممكن يحصل ايه. فكرة ان اصل دي بتخيط جلد، اصل دي بتخيط سجاد، هي اصلا دي مش بتخيط حاجة من الاساس، دي بس يعني بنلقط بيها الغرز، ولو غرزة جديدة شوية وحبينا ان احنا نشد يعني هتتنى مننا بس من احنا بنكبر. فمتخيلين مثلا ابرة زي الكيرف دي او ابرة زي الطويلة دي ان هي متتناش مني؟ طبعا لا. نيجي بقى للنوعين دول، وتعالوا نفتح ده اللي هو باين انه فخم اكتر شوية، طبعا مزود بلضامة اهو كويس. نيجي لأكبر الابر، من المفروض ان دي ابر خرز، حتى لو حبيت خد بيها خرز مش هعرف يعني ماشي الحال. طبعا الموضوع ده مميز بالنسبة لي لانه مش هلضم، دي اكبر ابرة مش هتنفع قوي. طبعا في ابر مخصصة للخرز على امازون، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. دي اكبر ابرة، وبرضو الابر كلها بتتنى، السن بتاعها طبعا سنها حاد شوية بس مش قوي. يعني نيجي للنوع ده، طبعا الابر اللي بيسأل يعني هيسأل ليه هي يفرق قوي ان هي بتكون بتتنى او لا، لانه عمر الابرة بيكون قصير لما تكون بتتنى كتير قوي كده. من المفروض ان هي تكون مرنه لكن بنسبه بسيطه، مش بنسبه ضخمه قوي زي ما هم حاطين. الابره زي ما انتم شايفين السن بتاعها حاد نوعا ما، فهقدر ان انا استخدمها في الخياطه العاديه، وانتم عارفين انا بحب استخدمها دايما في البطانات والحاجات دي. فتعالوا حتى نجربها على القماشه دي، يعني حتى لو سابت علامه بتسيب علامه يعني بسيطه جدا، وده اميز حاجه. طبعا جاي طقم مع بعضه، بيجوا 3 من 8 9 10 ابر، بيجوا زي ما انتم شايفين كده، ونسبه لسعرها هم مقبولين، مش غاليين قوي، وهيقضوا الغرض يعني، وهيقعدوا فتره طويله عبال ما يتكسروا. طبعا هيتكسروا ده طبيعي. نيجي للابر دي، هي يعتبر دي بس ايه على اضخم شويه. بصراحه انا عجبتني دي، هو السن بتاعها برضو اهو بالخياطه، لو ملاحظين ان هي بتسيب علامه اضخم من دي، فهي فعليا الماتيريال بتاعها اتخن، يعني كابره هي اتخن من التانيين بكتير. تسيب علامه في القماشه زي ما انتم شايفين اهو، اكتر شويه من التانية، يعني التانية بتسيب علامه يعني سمبل قوي قوي قوي. فلو حابه ان انا اخيط اكيد هخيط بدي، دي هتنفع معايا في ايه؟ دي هتنفع معايا لو حابه ان انا اطرز حاجه ضخمه او ان انا استخدمهم في الخرز. وبرده هجرب معاكم مقصصا تخان بزياده ان هم حتى يستوعبوا خرزيه واحده. هم يعني ابر سنيد ليس الا، بصراحه الماتيريال بتاعهم كويس، ولكن هم تخان واتقل كمان من دول. دول هم يعني افضل حاجه بالنسبه لو هنخيط بطانات او هنعمل حاجات اللي هي فيها ماتيريال خفيف، دول شويه يعني هيستحملوا وينجزوا في الملابس العاديه، او ان انا عايزه اخيط مثلا زرار هاند ميد الكلام من ده هينفعوا اكتر معايا. دول بصراحه حرام تصرفي فيهم فلوسك، فبلاش. المقص زي ما قلت لك الحاجات اللي انت تشوفيها في المقص وتحاولي تستخدميه وتدخليه في صوابعك، لان في مقصات بتقرص على الصوابع، لو حجم صباعك ضخم او ارفع من اللازم بتتعوري. يعني انا في نوعيه مقصات بما ان صوابعي رفيعه وطوال فبيضروني قوي، واحيانا بيقرصوا على الابهام عندي او السبابه فبتعب منهم، حتى في مقاسات المطبخ. يعني لازم تجربيها عشان تكون معاكي الحاجة الموجودة تخدمك انتي مش تعذبي. استنوني في الفيديوهات الجاية، هنشتغل فيها اشغال الشتاء ان شاء الله، هنبدأ بحاجات صغيرة وبعدين نضخم الامور. على فكرة الحاجات دي مش هتلاقوها متوفرة على المتجر عندي، لان هي فعليا سريعة جدا، في البعض منها مش كويس زي ما انتوا شفتوا، في بعض منها مقبول ولكن مش احسن جودة عشان انا اصلا انزلها على المتجر، خدمة يعني لطيفة. وبالنسبة للمقص الحاجات متوفرة منه قليلة قوي، فبرضو مش هنزله على المتجر. تنسوش تتابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وانا اتمنى ان انتوا تروحوا هناك وتنضموا لعيلتنا الكبيرة. كده نكون خلصنا النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومشتريات تانية. استنوني في فيديوهات الشتاء، هنزل اول حاجة شتوي. مع السلامة.